تحياتي. الصعيد للاستثمار العقاري والمقاولات، وماذا نرى لهذا السهم الذي ما زال يتداول بقوة فوق مستويات 50 قرش؟ السهم ده هبط هبوط عنيف جدا جدا وعمل لي دورة سعرية مكتملة، وهنا صعد على شكل ABC ونزل عمل لي آخر موجة هبوط، وده انعكاس أول انعكاس حقيقي عملت منه 1-2 وما زلت أستهدف مزيد من الصعود من هذه المناطق. طيب لو أنا بستثمر وبشكل قوي جدا، هفضل اشتري السهم ده طول ما هو تحت منطقة العرض دي بمنتهى البساطة اللي هي مناطق 90 قرش، اللي اعتقد كسرها وسكرفه منها يعني مزيد من الانفجار. طيب انا عملت موجة اولى من المستويات دي وصححتها، واعتقد التصحيح بتاع الموجة دول احنا قلنا اللي بيتم ما بين مستويات 61 حد مستويات 78 فيبو، فاعتقد ان احنا فوق دعم قوي جدا اللي هو مستويات 499 49 قرش الى مستويات 50 قرش، وده حصل انعكاس منه. طيب انا عايز ايه من السهم ده بمنتهى البساطه؟ انا عملت انعكاس وعملت امبوس في موجة اولى، استهدف منه ايه؟ اديني يا عم مستويات 161 فيبو من كل هذا الصعود، يعني انا عملت صعود اديني مستويات 161 فيبو من هذا الصعود اللي اعتقد ان السهم على المدى الطويل هيوقع عند مستويات ال 2 جنيه. اول منطقه عرض انا مهتم بيها واقول ان السهم ممكن لو ما كسرهاش هيبقى سلبي، هي المنطقه دي اللي انا ممكن اعيد اختبارها اللي هي مستويات الجنيه 39 قرش الى مستويات الجنيه 40 قرش. دي بالنسبه لي مهمه جدا جدا. ليه ممكن تكون مهمه؟ لان السهم ممكن يديني دبليو اكس واي، اداني صعود واداني تصحيح على شكل ABC واي دبليو اكس ومديني واي نفس طول الضلع ويطلع بيها لحد مستويات الجنيه 40 قرش. طيب يبقى انا عندي على السهم ده منطقتين مهمين جدا انا ممكن افكر في جني ربح فيهم. اول حاجه المستويات دي اللي هي منطقه العرض الاولى اللي عند مستويات 90 قرش اللي الاستقرار فوق منها يعني ان انا هروح لمنطقه العرض الاخرى اللي عند مستويات الجنيه 40 قرش، واعتقد ان انا لما الاقي صعود خماسي بهذا الشكل هنتظر للزخم القوي واستغله واخد موجه اطول، واعتقد ان السهم على المدى الطويل قد يذهب الى مستويات ال 2 جنيه ومش مستبعد، واعتقد ان انا عندي تصحيح مكتمل للموجه اللي صعدت دي اصلا من البدايه، يعني ان الموجه اللي صعدت دي انا عندي تصحيح مكتمل ليه لحد مستويات دي، يعني انا مازلت شايف ان احنا في مناطق جيده طالما السهم تحت مستويات 90 قرش وفرصه شرائيه ممكن اجني ارباح عند مستويات منطقه العرض اللي عند مستويات 90 قرش واستنى اي تراجع مره اخرى وبعد كده استهدف الشراء تاني، ومازلت شايف ان مع السهم ده تحت مستويات 70 قرش اعتقد انه ممتاز جدا يفضل مستمر معاه. اول منطقه ان انا ممكن اجني فيها ارباحي اعتقد هتكون عند مستويات الجنيه 40 قرش، والهدف الطويل لهذا السهم يكون عند مستويات ال 2 جنيه، ولما الاقي صعود بهذا الزخم اتوقع صعود اكبر، وكمان احنا شايفين ان دي موجه اولى وتصحيحها كان جاي على شكل ABC واضح جدا يعني، وده ايضا تصحيح مكتمل. ما زلنا ننتظر كسر هذه المناطق والاستقرار فوق منها واي عوده ليها مره اخرى هنبتدي يعني نستهدف الشراء تاني باستهداف الهدف اللي هو عند مستويات الجنيه 40 قرش، وبعد كده نستهدف الهدف الاخير عند مستويات ال 2 جنيه. اعتقد ان الاستثمار في السهم ده على المدى الطويل خصوصا ان انا الاستوب بتاعي قريب جدا، ممكن اخلي الاستوب بتاعي كمان لو انا قلت مش اخلي الاستوب بتاعي بعيد، احاول اخلي الاستوب بتاعي عند اقوى منطقه انعكاس حصلت وهي المنطقه دي، يعني اعتقد ان السهم مش هيكسر مستويات ال 60 قرش، لكن انا شايف ان السهم ممكن يطلع ويصعد عند مستوى 90 قرش وهتكون فرصه ممكن تجني فيها ارباحك وتنتظر اي تراجع مره اخرى وتستهدف الشراء، لكن على المدى الطويل اعتقد ان السهم اقرب هدف انا ممكن افكر فيه ومستويات الجنيه 40 قرش. وبالتوفيق.